مسلسل ستيلتو أو جنايات صغيرة سابقاً، الموعد الرسمي والحلقة الأولى على MBC4 وشاهد نت. تم تغيير اسم المسلسل من جنايات صغيرة إلى ستيلتو، وتم تحديد موعد ستيلتو ب 4 سبتمبر الشهر القادم، والعمل رح يكون متألف من 90 حلقة. ستيلتو هو مسلسل درامي سوري لبناني مشترك، وهو مأخوذ من مسلسل تركي بيحمل الاسم نفسه. أعدوا للعربية لبنى مشلح، سيناريو مي حايق، وهو من إنتاج شركة MBC وإخراج إندر إمير. بضم العمل ببطولته كل مين؟ كاريس بشار، سامر المصري، قيس الشيخ نجيب، ديما قندلفت، ندى أبو فرحات، ريتا حرب، كارلوس عزار، بديع أبو شقرة، ونور علي. كاريس رح تمثل دور أويا، الدكتورة النسائية اللي بتكون شخصية بريئة وبتحب الخير للكل. ديما رح تمثل دور الشريرة مروة، يلي بتكون متزوجة من رجل أعمال وعندها بنت صغيرة، وبتعتبر هي مسؤولة المجمع يلي بتسكن فيه. قيس رح يمثل دور رجل أعمال سنان الغني المتزوج من ديما وبعدها بيقع بحب كاريس. ريتا رح تحب النميمة كتير، ويلي بتكون الإيد اليمين لديما اللي بتكون متزوجة من كارلوس. كارلوس بيكون زوج ريتا وبيكون بيجمعه بالماضي علاقة مع كاريس. ندى بتكون الصديقة الرابعة لكاريس وديما وريتا، يلي بتكون بتحب الخير للكل وبتهتم ببيتها وزوجها سامر، لكنها بتتعرض للخيانة. سامر بيكون زوج ندى ورجل أعمال، واللي بيخون زوجته مع نور علي. بديع رح يمثل دور الأستاذ أديب يلي بيوقف لجانب كاريس دائما. إذا عجبكم الفيديو وحبيتوه، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. إذا عندكم أي اقتراحات لفيديوهات بتحبوا أعملها، بتمنى تكتبوا لي تحت بالتعليقات.